السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما كنعرفوا جميع، اليوم العالم كيواجه واحد الجائحة اللي تعطاها واحد الاسم ديال كوفيد 19 او كورونا كيف ما كنعرفوا جميع. في كل مرة كيجينا واحد الوباء جديد وكيخصنا نغيروا السلوكات ديالنا ونحينوهم باش نقدروا نتعاملوا معاهم ونحميو نفوسنا ونحميو المجتمع ديالنا. اليوم مع كوفيد 19 بدينا بشكل يعني غير مضبوط. لماذا؟ ما كناش ضابطين المعلومات المتعلقه بالداء، طرق الوقايه ديالو وطرق العلاج منه، فاللي خلى واحد نوع من الارتباك داخل المجتمع اللي ما عرفش شنو هي المعلومات الصحيحه والمعلومات الخاطئه. وهذا الارتباك تسبب في مجموعه من الامور، ما عرفوش الناس واش يديروا الكمامه ولا ما يديروهاش، واش كاين الدواء ولا ما كاينش، واش هو فيروس قاتل او ماشي قاتل. وبقاو الناس تيهين في الحجر الصحي او الحجر المنزلي. في بداية الثمانينات ظهر واحد الفيروس سميتو السيدا او الفي اش. في الاول العالم كله تلف ما عرفش اش كيدوي، ومن بعد سنة 1981 بالتحديد تم توحيد الاسماء وتوحيد المقاربات وطريقة الوقاية وطريقة العلاج. لكن مع كوفيد 19 منظمة الصحة العالمية مازال حيرة، مرة تقول لنا ما غاديش يكون في الصيف، مرة كتقول لنا راه غيكون في الصيف، مرة كيقول لنا بأنه غيبقى خصنا نتعاملوا معاه دائما. فأمام هذا يعني الشح في المعلومات المتعلقة بهذا الداء، كان من الضروري أن نحن ندخلوا كفاعلين جمعويين أولا وكمتخصصين في السلوكيات وفي تحيينها وفي التوعية والتحسيس، باش نقولوا اشنو خصو يدار واشنو ما خصوش يدار في الظرفيه الانيه، ثم نوجدوا روسنا للمستقبل كي خصنا نبداو نتعاملوا مع بعضنا البعض. اول حاجه كيتكلم على العالم هي الكمامه، وكيف ما كتشوفوا الضجه العالميه على صناعه الكمامه. فرنسا اللي كنا كنعتبروها دوله متقدمه وحلات في الكمامه، امريكا، المانيا، كل هاد الدول هادو وحلوا في الكمامه. جينا للمغرب لقاو لنا الحل الكمامه وصنعوا لنا الكمامه، ولا الكمامه اجباريه مرسوم بمثابه قانون. فالكمامه اليوم ولات اجباريه، ولكن السؤال اللي كطرحوا جميع، واش هذه الكمامه غنتعاملوا معها غير اليوم ولا غدا، ولا خصها تدخل دائما في البرنامج اليومي ديالنا؟ قبل ما تخرج من الدار دير الكمامه. التباعد الجسدي، خلي مترو متر ونص، وحنا عادتنا المغاربه ملي كنتلاقاو مع شي حد عزيز كنتبوسو معاه، نقدروا نسلمو معاه دابا حدا القهوه وفي العشيه نتلاقاو معاه في الدرب ونعاودو نبوسو عاوتاني. فهاد السلوك هذا خصنا نعاودو نحينوه ونبدلوه، وكنقول التحيين ما كنقولش التغيير. مسائل اخرى اللي متعلقه بالوقايه، دائما غسل اليدين. هو في عادتنا حنا كنتوضاو 5 مرات في النهار، وغسل اليدين كيقول لنا غسل يدك قبل ما تاكل، ولكن اليوم عندنا غسل يدك في كل مره تحت لك فيها الفرصه. مسيتي شي حاجه، ما كنتيش داير ليكا، ما كنتيش داير، خصك تمشي تغسل يدك. علاش خصك تغسل يدك؟ اولا ما كاينش غير فيروس كورونا، كاين مجموعه من البكتيريات اللي كتعيش في الهواء وكنمسوها وحنا ما كنعطيوهاش اهميه، وممكن تشكل خطر على الحياه ديالنا وعلى الصحه ديالنا. اذا الغسيل اليدين ولا ضروري، هو كاين في عادتنا وفي ديننا ولكن ولا اجباري اليوم. ثلاثه الحوايج ممكن تحمينا من الاصابه بفيروس كورونا، نديروا الكمامه، التباعد الجسمي او الجسدي، او غسل تاع اليدين. ولكن سؤال، واش الى انتهت هذه المرحله ديال الحجر الصحي غنبقاو نماصو نفس السلوكات وغنماصو ونستعملوا نفس وسائل الوقايه ولا غادي تغير؟ هذا سؤال غنوضع عليه علامه استفهام. ولكن لصالحنا نستمروا ولو بعد ازمه كورونا، نلقاو العلاج ولا ما نلقاوش العلاج، نستمروا في هذا الاسلوب من اساليب الوقايه، لاننا باستعمالها نحميو نفوسنا ونحميو اسرنا ونحميو مجتمعنا من الاوبئه. راه بحال في محاربه السيدة، كانوا مجموعه من الامور دخلت جديده علينا في حياتنا، حتى العلاقه الجنسيه، ولا كنتكلموا العلاقه الجنسيه الغير محميه باستعمال وسائل الوقايه. اليوم عندنا وسائل الوقايه اللي متوفره، الكمامه دايره 0.8 سنتيم للكمامه، الكول موجود، الصابون عندنا موجود، الماء الحمد لله موجود. اشنو خصنا؟ هو حنا نطرحوا السؤال على نفوسنا ونحينوا سلوكنا. العلامه استفهام اللي غنطرحوا هو واش المواطنين والمواطنات قادرين
ومستعدين انهم يحينوا سلوكهم. هاد التحيين تاع السلوك فيه خير لينا وليهم. الى اللقاء.